اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. الاهلي ليله زي ما انتم متعودين فقرات متنوعه دائما ودايما معاكم في قلب الاحداث. لكن خلوني في البدايه ارحب بزميلي امير هشام. مساء الفل يا امير. يا مساء الفل عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. طبعا مبدئيا مبسوط ان انا موجود النهارده معاك يا بوب، بقالي اسبوعين ما بظهرش معاك من خلال البرنامج ده. مختفي انت؟ انا عارف انت مختفي فين، بتجيب شويه بدل جديده وشغل وعامل جو عالي كده يا سيدي. حبيبي يا بوب، انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اكيد بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد النهارده كمان عندنا حلقه مهمه جدا مليئه بالعديد من الفقرات الهامه. لكن كالعاده كده قبل ما نبتدي فقراتنا نتكلم عن بعض الامور اللي بتهم كل جمهور النادي الاهلي بالتحديد في كل مكان، وبالتحديد اخر مباراه في بطوله الدوري امام فريق الاتحاد السكندري، وللاسف هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي بنتيجه 4-3 في مباراه كانت كبيره ومباراه مهمه. لكن الملاحظه اللي احنا ملاحظينها يا بوب خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد بعد هذه المباراه، الكلام كان كتير عن ان النادي الاهلي محتاج لاعبين كتير، النادي الاهلي عنده نواقص في مشاكل. ليه دايما لما النادي الاهلي بيتعرض لهزيمه الامور بتتقلب بشكل كبير جدا؟ لان رغم ان الهزيمه شيء طبيعي وارد ان هي تحصل، لكن النادي الاهلي لو قيمنا الموضوع من اول بطوله الدوري او من اول الموسم ومن اول تولي مستر باتريس كارتيرون مهم التدريب النادي الاهلي، الامور ماشيه جيده مش وحشه. طبعا كلنا زعلانين النادي الاهلي خسر، حاجه مش متعودين عليها، لكن شيء وارد اعتقد يا استاذ. هو طبعا في كره القدم وفي طبيعه الرياضه يعني مكسب وهزيمه طبعا، ولكن عندما تتحدث على الاهلي وعلى جمهور الاهلي وعلى فريق الاهلي لا يبحث فقط عن الفوز الدائم، وده مش موجود في الدنيا كلها. ما فيش فرقه بتكسب امير وبتشتغل انها بتكسب على طول وبتشتغل على المكسب على طول. طبعا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل ولا اروع في كل البطولات مع ضغط المباريات، مع كل المباريات اللي لعبها باتريس كارتيرون مع النادي الاهلي النتيجه واحده بس، بيبحث على المكسب، ربما فيه تعادل لكن ما فيش هزائم خالص، هي الهزيمه الاولى. لكن ليها اسباب كتيره يا امير. لو انت بتتكلم ان انت معاك فرقه ناقص 16 لاعب، يعني انت بتتكلم فرقه كتير، عدد كبير قوي، فرقه بالاحتياطي يا امير، يعني انت بتتكلم فرقه بالاحتياطي واصابات من تولي الماتشات بشكل كبير جدا، واصابات طويله وفي توقيت صعب جدا جدا في البطوله الافريقيه. انت عندك عوده طبعا نصف النهائي الافريقي، مباراه صعبه جدا امام وفاق ستيف، برافو عليك. والفتره اللي فاتت يا امير برضه عايز اقول حاجه عشان نكون محقين، رباعيات النادي الاهلي اللي احرزها الفريق في الفتره اللي فاتت ربما كان فيها بعض الاخطاء، لكن ما كانش الاهتمام بالشكل بالاخطاء اكتر، لان المكسب دايما بيغطي. لكن اكيد الجهاز الفني امير كان واخد باله من الاخطاء دي وبيعالجها، لكن امام مباراه الاتحاد بعد الضغط ده وبعد الغيابات وبعد الاصابات كانت النتيجه صعبه جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي اللي كافحوا في المباراه على مدار المباراه، وفي المقابل فريق محترم بجهاز فني محترم نادي الاتحاد قدر يلعب الاهلي خططيا بشكل كويس امير، قدر يلعبوا بالوينجين على ديفندرين النادي الاهلي عشان يشيل حركه لعبك، وادوا بشكل كويس جدا في ظل ان انت كل لعيب او اي لعيب عندك حتى في الملعب هيصاب زي احمد فتحي، بتبقى انت حاطط ايدك على قلبك. طيب اكيد الكل ممكن يبقى زعلان طبعا بهزيمه النادي الاهلي، لكن ده مش يعني مش شيء يدعو الى القلق بالنسبه للفريق قبل مرحله ايضا مهمه جدا وتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا يا بوب، وده الهدف الاساسي والمهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، واياب دور نصف النهائي من هذه البطوله، يعني حققنا نتيجه. انا عايزك كده امير بص على الصوره اللي قدامك دي، ده تدريب النادي الاهلي النهارده بالظبط. يعني ده امبارح، لو شاورت على حد يعني تعرفه كده، يعني طبعا كلهم نجوم، حتى ناشئين النادي الاهلي نجوم، ولكن هتلاقي معظمهم ناشئين يا امير بالزبط. والاهلي بيستعين بقى بناشئينه اللي ان شاء الله يكونوا على قد المستوى ان شاء الله ويأدوا بشكل كويس، لكن هو ده الموقف الحالي، غيابات لعيبه بسبب الاصابه، وتدريبه النادي الاهلي كلها من قطاع الناشئين. طبعا خليني اقول لك ان قطاع الناشئين عندنا مليء يا بوب بالمواهب العديده اللي ان شاء الله ممكن بعضهم يظهر خلال مباراه الغد بالتحديد امام فريق الترسانه في دور 32 من بطوله كاس مصر، واكيد اي هي ايضا بطوله مهمه، واي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفه واضح وصريح وهو الفوز
بالبطوله. فبالتالي رغم الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي لاعبين في المنتخب والمنتخب الاول بالتحديد، خليني اقول لك ان اللاعبين في المنتخب الاولمبي هيشاركوا في المباراه بشكل عادي، ايضا بالاضافه لبعض اللاعبين اللي عندهم اصابات مختلفه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبه غدا امام فريق الترسانه، فريق عنده تاريخ كبير وفريق اكيد محترم وماشي بشكل جيد في دوري الدرجه الثانيه. لكن اعتقد الاهم يا استاذ ايهاب المرحله الجايه وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. الناس قلقت شويه بعد ماتش الاتحاد، لكن طبعا الامور لسه جيده بالنسبه للنادي الاهلي بعد تحقيق نتيجه جيده في مباراه الذهاب في استاد السلام بنتيجه 2-0، كان ممكن يبقوا اكتر من كده كمان، لكن ده اللي حصل. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتدارك اموره سريعا من خلال مباراه بكره او بدايه من مباراه بكره، وايضا ان شاء الله مباراه فريق وفاق ستيف اللي هتكون صعبه جدا هناك في الجزائر، وان شاء الله ما يبقاش في قلق عند جمهور النادي الاهلي، الفريق والجهاز الفني على قدر المسؤوليه بشكل كامل يا استاذ. اكيد طبعا شايفين في التمرين وانت بتتكلم يا امير كان عدد من اللعيبه اللي بتلف تراك او حوالين الملعب، الاصابات اللي بتبدا تتجهز في الفتره اللي جايه مفيش شك، يعني مفيش شك ان الامور صعبه جدا، لكن ده قدر النادي الاهلي المشاركه في اكتر من بطوله حتى الفتره دي، ان البعض بيقول لك خلاص ما الناس هتريح في الفتره اللي جايه اسبوعين اهم، يعني انت عندك انت لعبتك في المنتخبات الاول والاولمبي مفيش حد بيريح عندك بالزبط. قالها مستر مانويل جوزيه وقالها كابتن حسام البدري وقالها مدربين كبار تعاقبوا على النادي الاهلي، تحامل مواسم صعب جدا والضغط صعب جدا، البعض في التوقيت ده في التقارير الاعلاميه عايز يحمل الجهاز الطبي، عايز يحمل مدرب الاحمال، الامور دي كلها النغمه دي دايما بتطلع لما الفريق بيبقى يعني فيه هزيمه او حاجه للاسف، يعني مظبوط مظبوط، لكن في النهايه انت عندك هدف معين عايز تحققه، اكيد انت اتهزمت مباراه ما خسرتش بطوله، واكيد ان الهزيمه دايما بتعلم، ما بالك بقى اما الهزيمه تبقى على النادي الاهلي، اكيد في ترتيب صفوف اكيد، لكن هي الامكانيات المتاحه في تواجد اللاعبين اللي كلهم ادوا بالشكل المطلوب، النهارده اللعيبه بتصاب في التمرين، النهارده اللعيبه ما بتكملش، النهارده مروان محسن الماتش اللي فات لسه نازل شد في السمانه، باسم علي النهارده في التدريب برضو، يعني فاهمني ده على المستوى المحلي، باسم يعني وانت علي معلول المنتخب بلاده بيطلبه عشان يجري الكشف عليه، وعنده اصابه كمان علي معلول للاسف يعني، وعنده هتطول ومحتاج بتتكلم في شهرين، عندك سعد سمير كمان هو واضح في الصوره لسه الامور لسه طبعا بيجهز، السوليه محمد نجيب الغضروف، يعني هتتكلم ولكن في النهايه انت امام امر واقع، ودايما بنتكلم الاهلي بمنحدر، واذا كانت هزيمه الاهلي امام الاتحاد لا تتعدى هزيمه مباراه في بطوله وارده جدا جدا، لكن اذا كان النادي الاهلي يعني بيخسر ماتشات لكنه لا يخسر ابدا البطولات وبيلعب عليها امير بشكل كبير، لكن عندنا بعض الاخبار يا امير. طيب خلينا